استثنائي هيتم العمل على مدار الساعه. احنا بنتكلم على اكثر من 400 مركب عالق ما بين الاتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي لقناه السويس. المركب ايفر جيفن في طريقها البحيرات المره لعمليه الفحص والتحقيق والتاكد من الحاله الكامله ليها. كما ذكر ايضا الفريق اسامه ربيع انه الصوره اللي قدامنا ان المركب بتتحرك بمحركاتها، المركب مش مقطوره بشيء او ما فيش شيء بيحركها او لا تجر باي جهاز، المركب سليمه، وده يوضح مدى جوده وعظمه ما تم. اكرر مره ثانيه انه التعاطي الاعلامي مع هذا الحدث هو تعاطي مصري خالص، يجب على كل مصري حقيقي أن يكون فخور بشكل كبير وأن يكون أيضا لديه الثقة في أنه ظروف عادة ما تكون صعبة لهذا البلد، ولكن ما يتم على الأرض أيضا عادة ما يكون مبهر بالرغم من كل الصعاب. التصريحات اللي يهم الجميع حتى هذه اللحظة أنه هي فقط عملية تأمين، وهيتم إعادة الملاحة مرة تانية منذ الساعة 8 مساء، ده على حسب تصريحات فريق أسامة ربيع، وهيكون بالتأكيد في مؤتمر صحفي. الشركة في تصريحات أعتقد أنها بروتوكولية، يعني شركة إيفر جرين هي الشركة المشغلة لإيفر جيفن، قالت أنه السفينة أبحرت ونجاح إعادة التعويم، هيتم نقل السفينة إلى البحيرات المرة لفحصها، ونتيجة الفحص هتحدد ما إذا كانت السفينة من الممكن أنها تستأنف الخدمات المقررة. السفينة كانت رايحة أمستردام في هولندا، وكان المفروض توصلها 31 مارس، ولا أحد يعلم بقى ما الذي سيحدث مع هذه السفينة، ولكن الفريق أسامة ربيع قال أنه جهات التحقيق هتبتدي أنها تدخل وتعتلي المركب، ويتم التعامل على حسب ما ينص عليه القانون البحري. لنا الحق جميعا أن نفخر في هذا اليوم بما تم في قناة السويس أيادي مصرية خالصة. كان هناك عروض من دول كثيرة للتعاون، لأنه غلق قناة السويس لم يكن سهل على اقتصاد العالم على الإطلاق في كل أحواله، ولكن رهنا على أنفسنا والحمد لله كسبنا هذا الرهان. التعامل مع الإشاعات كان في ما يقال أنه عادت مرة أخرى لمكانها الأصلي، وهذا غير صحيح على الإطلاق، و تعاطي مع المعلومات من مصادرها الأساسية. نتابع مع حضراتكم هذه التغطية، بنحاول أن نسمع آراء المتخصصين لرصد العمل الكبير والضخم اللي تم. بينضم إليه اللواء إبراهيم يوسف، مستشار في النقل البحري. سيادة اللواء أهلا بحضرتك معايا. أهلا بيك يا فندم، وأهلا فيك، ومبروك ليكم جميعا إن شاء الله. مبروك لينا كلنا، التقينا قبل ساعات مع حضرتك عبر اتصال هاتفي. نعم. وكانت العملية لا تزال في منتصفها، كان التحريك الجزئي، صف لنا ما نشاهده الآن. تمام. الوضع الموجود الآن هو خلاص أعتقد المركب وصلت البحيرات المرة، لأن هذه ليست لقطات على الهواء مباشرة يعني. تمام، هو طبعا يعني المفروض هيتعمل كشف كامل على البدن بتاعها من تحت تماما، وتاكدوا ان هي سليمه من تحت، لو في اي عوريه ولا اي حاجه هتتعمل، واخد بال حضرتك، واذا كان هم خففوا حمولات هيركبوا الحمولات عليها وهكذا يعني. طيب بس طبعا يعني هو عمل انجاز رهيب وانجاز جيد جدا لهيئه قناه السويس، بتبدا من رئيس الهيئه اللي هو يعني عمل سيناريو وعمل مسيطر على مجموعه اكثر من مجموعه كانت موجوده بتشتغل في وقت واحد، يعني زي ما قلنا قبل كده يعني حقيقي يعني. طيب التعامل مع هذه الصوره انه المركب هي اللي ماشيه، يعني هي ماشيه بمحركاتها، هي مركب سليمه تمام. تمام. كيف نقراه يعني هندسيا يعني؟ تفضل.
طالما هي ماشيه بمحركاتها يبقى اذا ما حصلش اي دامج موجود في المكن او دامج موجود في البدن نفسه، لان كون البدن نفسه او دخل هو في اللي كانت البنك نفسه رملي، واخد بال حضرتك؟ تمام. فالبنك الرملي ده ما ياثرش، اذا كان بنك حجري ممكن يكون كسر البدن، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان الدوم اللي موجوده قدام، اللي موجوده قدام بروه السفينه كلها بتبقى اساسا مفرغه يعني، او بتبقى فيها نوع من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الصلابه بشكل او باخر يعني. واخد بال حضرتك؟ فهي اهم حاجه فيها ان هي دخلتها من بروتها، ما دخلتش من القش او دخلت من الجنب، دي هيخليها تبقى سليمه 100% ان شاء الله. ليه بقى؟ لان لو دخلت من القش من مؤخر هيبقى فيه رقصات وعمود رقاص، هتبقى قصه كبيره. لو دخلت من الجنب كان ممكن تتفتح في الجنب، انما ما ينفعش تخش من الجنب، لان الجنب اساسا لو ركنت على الجنب ما يحصلهاش حاجه، زي ما بيحصل في مراكب كتيره جدا انها ممكن بتركن على الجنب، يعني بتيجي تقف على الجنب البنك نفسه يعني. انما هو دخولها بروتها ده الى حد ما حاجتين مهمين يعني، ما حصلش دامج في الباقي الجسم بتاع السفينه، ما حصلش دامج في الرقاصات وفي عمود الرقاص، وما زال عمود الرقاص متزن طالما بتمشي بالمكنات بتاعتها عادي، لان لو كانت لطشت من المؤخر كان عمود الرقاص ما كانش هيبقى مظبوط، كان هيبقى في انحراف. فالحمد لله رب العالمين يعني، ربنا برضه ستر، والحمد لله ان جت بالصوره دي. بس طبعا هو السيناريو اللي تم اللي قام بيه رئيس هيئه مع الناس الموجودين، مع الاجهزه الموجوده بتاعته كلها بالكامل، سواء اجهزه انقاذ او سواء قاطرات او مرشدين او خبراء او الكلام ده كله، ده كان سيناريو كان رئيس الهيئه بيقوم بيه حقيقي، ودي تكتب له ولا تكتب عليه. انا بشكرك شكر جزيل لواء ابراهيم يوسف، مستشار في النقل البحري. بينضم إلي عبر الهاتف دكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاد النقل ودراسة الجدوى. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير. أهلا بيك. ونسأل حضرتك بعيدا عن هذا النجاح الباهر، نكرر بس ثاني الحمد لله، أنا الصبح كنت معاك وقلت الحمد لله على التعويم الجزئي. تمام، نقول دلوقتي الحمد لله على التعويم نقول الكامل. نقول مبروك بقى. هو طبعا مبروك والحمد لله وكل حاجه، بس يعني عايز اقول لك هذا الامر اسعد الجميع. هذا الامر فعلا يعني، انا بقول لحضرتك وانا بشوف في التلفزيون اما خلاص بقى دخلت المجرى وبتبتدي تتحرك، والله اقسم بالله انا عينيا دمعت. الجميع بيتابع زي ما يعني بشكل مبالغ فيه كمان من كل الفئات. الحمد لله الحمد لله. الوضع الان اللي هيتم بعد ذلك، ما القادم بالنسبه لهذه السفينه؟ هي ذهبت للبحيرات الموجة. خلال يمكن ساعتين او اقل من ساعتين هتبقى في داخل البحيرات. هتتربط ربط في المرابط يعني، منطقه المرابط. وخلاص تركن بقى السفينه على جنب. الملاحه وحسب ما افاد سياده الفريمه مش من دقائق بسيطه، ان المرشدين على المراكب اللي هي في الانتظار. تمام. الفريق اسامه ربيعي برضو صرح لنا عن الاخبار انه على 8 مساء تقريبا الكل هيتحرك، وقال انه، ما انا بقول لحضرتك هي قدامها ساعتين او اكتر شويه، لانها طبعا بتتقطر ماشيه بسرعه بسيطه، فالمسافه البحريه ما بين ال 165 اللي هي كانت 151 اللي واقفه فيها لغايه الكيلو 95 او 93 او 92 حسب ما هيبقى المرابط اللي هتقف فيها. ففي يعني 60 100 كيلو كده هتاخدهم كده واحده واحده ان شاء الله. ايه لا براحتها خالص، راحتها تماما يعني. لا يعني هتبقى العمليه سريعه ان شاء الله، وتربط المركب وتبقى بعيده عن المجرى، ويبتدي خط السير في نفس الوقت القافله الجنوبيه والقافله الشماليه. حسب اللي انا شفت على الستلايت القافله الجنوبيه اكبر، عددها اكبر من القافله الشماليه. كويس، حسب ما اعلن سياده الفريق اسامه ان في تقريبا 361 سفينه. في بعض السفن في المجرى من ساعه الحادثه دي الاول هتاخد الاول تتحرك ذهابا وعوده عشان نخلص من القصه. كويس، هتبتدي بقى تنتظم الملاحه. ربنا يكون في عون المرشدين، ربنا يكون في عون الاباطين بتوع الاطرات، لان
الناس هتشتغل بطاقة أكتر من 100% على مدار ال 24 ساعة عشان تخلصي من الكثافة. تمام بالتأكيد. الفريق أسامة قال إن هم عاملين خطة الناس هتمشي بالأولوية بتاعة الوصول مع بعض الاستثناءات لبعض السفن زي مثلا الحاملة المواشي. الحمولة على حسب الحمولة. لا مش ملهاش علاقة بالحمولة، نوعية البضاعة. نوع الحمولة يعني. لو نوع فهو مثلا عندك حاملة مواشي، المواشي دي أرواح فهتاخد أولوية يمكن بره دورها شوية بس هتمشي العبور في القناة بأولوية الدور، الاستثناءات هتبقى بسيطة جدا بالنسبة للعبور المستثنى. واخد بال حياتك؟ قواعد الملاحة في قناة السويس مش هتتغير، هي نفس القواعد اللي هتبقى ماشية بها قناة السويس. تقريبا هنشوف الفريق أسامة قال 3 أيام، أنا شايف إن يمكن هتاخد أكتر من 3 أيام عشان تعود الحركة الطبيعية، لأن أنت هيبقى عندك كثافة تعادل 100% من طاقة قناة السويس. لكن أغلب السفن قررت الانتظار، يعني الأغلب أو يعني مفيش حد غير يا فندم. تمام. مفيش حد غير، أنت النهاردة كان يوم الثلاث اللي حصل فيه الحادث كان في جوه المجرى 13 مركب. النهارده الاثنين عندك 361 مركب. انت المتوسط في الفتره اللي فاتت انت عندك العبور ما بين 50 51 و52 سفينه، الست ايام موجود فيها 361 مركب، يعني لم تتاثر السفن، ما حدش غير مسار، ما حدش غير رايه، العالم كله يجمع ماء ويثمن مدى اهميه قناه السويس. قناه السويس ممر امن، قناه السويس ممر قصير، قناة السويس ممر اوفر، محدش يقول ان قناة السويس ممر اغلى. بالظبط. واخد بقى هيك النهارده ما تاخدي طريق راس الرجاء الصالح، وانا راجل بتاع اقتصادات نقل، عندك 14 يوم اجرة عمالة، عندك 14 يوم وقود وزيوت ومية، عندك 14 يوم بيأثروا على حركة التشغيل السنوية بتاعت السفينة. لو انا هاخد راس الرجاء الصالح وهبتدي من الفترة الأقل 6 أيام إلى الفترة الأكبر ال 14 يوم اللي هي الفارق بينها وبين قناة السويس، على مدار 6-7 شهور هيفقد السفينة رحلة واتنين من جدول تشغيله. تمام. واخد بقى هيك؟ فقررت إن هي الناس تغير المسار، الناس مش عايزة تعود لذكريات إن قناة السويس قفلت سنة 56 11 يوم، مش عايزة تعود لذكريات إن قناة السويس قفلت من 67 ل 75. العالم بيتأثر، العالم تأثر في الست أيام بمبالغ كبيرة جدا، العالم كله اهتم بقناة السويس، العالم كله عرض المساعدة على قناة السويس. طب هل العالم كله أيضا يا فندم يعني محتاج توضيح من خبير زي حضرتك أدرك يعني إنه دي حادثة نادرة أو حادثة كبيرة في التاريخ البحري؟ حادثة استثنائية مش موجودة في تاريخ البحرية، زي ما قلت الصبح إن مركب بهذا الحجم تبقى شحطة من قدامه ومن ورا ما حصلتش. مركب 400 متر شحت من قدام وشحت من ورا، يعني ده يعني حاجه، ده بقول لحضرتك لو واحد عايز يخرب مش هيعرف يعملها كده. يعني هو خلاص قدر الله وما شاء فعل، ربما رب ضاره نافعه زي ما قال الفريق مهاب وزي ما قال الفريق اسامه وزي ما قال الجميع، لان العالم دلوقتي بيثمن قناه السويس، بيعلم اهميه قناه السويس. بنرد على كل الناس اللي قالت هنروح ممرات تانية، هنشوف طرق تشغيل تانية، هنعمل مش عارف ايه، خلاص انتهت قناة السويس. هذا الامر لن تنتهي قناة السويس، قناة السويس من اهم الممرات الملاحية في العالم. احنا لم نسلم من الاشاعة حتى في اخر اللحظات، يعني بعد التعامل الساعة 6 الصبح و11 لا المركب عادت مرة تانية لمكانها تماما وفشلت العملية، يعني الاشاعات استمرت حتى اخر لحظة. والله بص هقول لحضرتك حاجة، خلينا نتفق ان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام ما اتفقش للعالم اجمع، كويس؟ فالنهارده انت ناس بتختلف ومش متفقه معاكي، خلاص ما ده معروف، سواء بقى بتكرهك، سواء كارهه ان انت تنافسيها، كارهه ان انت تبقي احسن منها لاي سبب إن كان، كويس؟ بس انت ماشيه في مسارك، انت ماشيه في اتجاهك، مش ما بتتغيريش. تمام. احنا قعدنا كام سنه بنعاني من الارهاب في سيناء، حتى ما حدش كان مدرك حجم المأساة اللي احنا بنعيشها او بنعاني منها بشكل كبير. يعني طب البلد توقفت؟ لا، البلد لم تتوقف، البلد مستمره في التنميه، البلد مستمره في 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 في, في, في تصحيح المسار، البلد مستمره في تصحيح الاوضاع بالنسبه لشعب مصر وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر،
مصر دي على فكرة حاجة كبيرة جدا، مصر دي حاجة كبيرة جدا جدا، يا ريت أهل مصر يعرفوا قد إيه هذا البلد غالي وثمين، لو كل واحد في هذه البلد قام بدوره، بعيدا بقى عن الكلام الكتير، كل ما بنتكلم كتير ما بنشتغلش، احنا عايزين نشتغل أكتر وأكتر وأكتر، عملية البلد دي تتقدم. عملية التحرير اللي تمت لهذه السفينة كيف ينظر إليها العالم؟ يعني إنها تمت بالخبرات اللي كانت موجودة، إحنا عرض علينا كتير المساعدة. طب أنا هقول لحضرتك حاجة بقى، اتفضل. كل التقارير مع الحادثة في أول 24 ساعة قالت إن تعويم السفينة قد يحتاج إلى أسابيع، وربما السفينة تحتاج إلى تخفيف الحمولة. كويس؟ بالظبط. كل الناس قالت كده. الشركة الهولندية اللي جت المعينة من المالك كويس، اول ما جه قال هذا الوضع ربما ياخد اسابيع. كويس بالظبط. قناة السويس، اما الناس لمت قناة السويس ان هي خلال 48 ساعة قليلة المعلومات، والفريق مهاب قال لك انا ما كانش عندي معلومات اديها لك، انا قاعد بدرس الموضوع بشوف انا محتاج ان انا ارفع من تحت السفينة اعمل تكريك قد ايه عشان اوصل لعمق مناسب، بشوف ازاي نحرر المقدمة اللي بايت على المنطقة الصخرية، بشوف ازاي احرر ازاي المؤخرة اللي بايت على المنطقة الرملية، اكتر من 30-40 متر في من قاع السفينة غارس في رملة. انت بتتكلمي في حاجة احتاجت لدراسة وتمت في وقت سريع وبدراسة اثبتت نجاحها في النهاية. انت النهاردة اما دخلتي الكراكة مشهور وابتديتي تسحبي الرمال المبللة من تحت السفينة ووصلتي للعمق اللي انت عايزة توصليه وشلتي تقريبا 27 او 30 الف مليون الف متر مكعب في اقل من 3 ايام، كان ايه الغرض؟ بتحرري، بتعملي فري سيرفيس للمركب عشان تعوم، بيحافظ على المركب، بيحافظ على البضاعة، بيعمل عملية الانقاذ بتروي عشان نحصلش في خطأ يحصل فيه اضرار جسيمة اكتر لغايه ما انتهت العمليه. وكان الرهان يعني صعب ولكن كان حقيقي، يعني رهان. انا بقول لحضرتك، ما هو استاذه بصي، كل الناس دايما بتجتهد وبتعمل المقاومه دون ان تنتظر النهايه وتحللها. في ناس بتدرس بمنتهى البساطه، واخد بال حياتك؟ بصي، اداره الازمه لو ما تعاملتيش مع الازمه بهدوء وبصمت بالظبط كويس مش هتعملي حاجه. ده اللي عملته قناة السويس. إدارة الأزمة ابتدت تشوف أنا هعمل إيه، الدعم اللوجستي اللي أنا هعمله لمراكب الانتظار، إيه الخدمات اللي أنا محتاج اللي أنا أقدمها، إيه القطرات اللي أنا هحتاجها، إيه عمليات التكريك، إيه المعدة الأرضية اللي اشتغلت الناس قاعدة تتريق عليها وما تعرفش أهميتها واللي هي عملته. بالظبط فعلا. واخد بالك إن هي بتكسر في الصخر اللي بايت عليه المقدمة بتاعت المركب. واخد بقى، الناس مش مدركه ان المساحه ما كانش فيه مساحه لاي معده كبيره تخش عشان تعمل تكريك. القطرات اللي دخلت ال 12 قطره الاول 8 وبعدين وصلوا 12. امبارح اما دفع بقطرتين جداد عبد الحميد يوسف ومصطفى محمود، واخد بقى هيك، مع احترامي، القطره اللي جايه من بره الهولنديه واقفه. ساعدت معاهم بس تمام. الشغل الاساسي كانت من قطرات قناه السويس. الشغل الاساسي كانت من كراقه قناه السويس. هي جهود مصريه خالصه وكل التهاني للجميع. الف مبروك، الف مبروك لمصر، المصريين. تحيه بدايه من اصغر عامل اشترك في هذه العمليه الى سياده الفريق اسامه، مع المتابعه المستمره من معالي دوله الوزراء مصطفى مدبولي، من مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. شوفي الناس كلها، سياده الرئيس لما قال الكلمه قال لك ايه؟ بيشكر المصريين على جهدهم. الناس اللي اشتغلت دي ايه؟ اهل البلد. والله صدقيني اهل البلد دول عندهم امكانيات قويه جدا، والبلد دي جميله جدا، وان شاء الله ربنا هينصرنا على اي مكروه يسيبنا يعني. والحمد لله وسبحان رب ضاره النافعه يعني. شكرا، شكرا جزيلا دكتور احمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير الاقتصاد النقل ودراسه الجدوى. شكرا ليك، شكر جزيل. إذا مشاهدينا الكرام، لقطات للسفينة في طريقها للبحيرات المرة كما ذكر من قبل ضيفي الكريم، هي بتسير بسرعة بطيئة بعض الشيء تحسبا لأي ظروف للوصول للبحيرات
المرة. مهندس محمد شيرين نجار استشاري النقل البحري عبر الهاتف، تحياتي لحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. و للمزيد من المعلومات بالنسبه لغير المتخصص، عمليه التحرير تمت في انتظار يعني الصباح الباكر وفي فتره الظهيره والثالثه والنصف عصرا ام ماذا؟ يعني ايه اللي تم بشكل علمي؟ هو عمليه التحرير تمت على مراحل، لان ما كانش ينفع تتم مره واحده لعده اسباب. اهمها الطيارات اللي في قناه السويس في المنطقه دهيت، والمد والجزر. طبعا في حاله زي ديت لما مركب يبقى شحطه لازم يستنوا اعلى مد علشان يبتدي يعمل محاولات لتعويمها. ده طبعا بالاضافه الى مراعاه الاتزان بتاع المركب، فما بيقدرش يخفف الصبوره اللي فيها قوي، وفي نفس الوقت برضه لازم يراعي الاجهادات اللي حصلت على البدن نتيجه الشحط. فالحاجات ده هي بتبقى حسابات معقده جدا ولازم تتخذ في الحسبان، والا لو اتحسبت غلط او اتحصل تصرف متسرع من جهه الهيئه ممكن المركب يا اما تتقلب يحصل لها كابسايز، يا اما يحصل فيها عوريه جامده يتقطم المركب، لان الاجهادات بتبقى متوزعه بصوره مدروسه. لما بيحصل اي تعديل في البدن بحكم الشحط مثلا بيبقى الاحمال، توزيع الاحمال على البدن بيتغير تماما. فكل الكلام ده هو كان لازم يتاخد في الحسبان. ده السبب ان هي اخذت مده طويله، لان ما كانش ينفع ان هي تتعمل مره واحده. يعني سهل ان احنا نقول طب ماشي نفضي الصبوره ونسحبها هتتقلب مننا، طب وبعدين؟ يبقى يعني عالجنا مشكله بمصيبه. اتفضل. اللي بيتم الان هو هيتم بعد كده عمليه تحقيقات بقى والصيانه ليها في مكان بعد ربطها. طبعا هي المركب دلوقتي رايحه على البحيرات، هتقف هناك، المنطقه متسعه، مش هتعاكس الحركه في اي حاجه، مش هتعوق الحركه في اي حاجه. هو طبعا كان اقرب انها تتسحب للسويس، الا ان غطس السويس ومنطقه ميناء السويس مكدسه بالمراكب اللي منتظره العبور. اكيد. فبحجم مركب زي ده هي كان يبقى صعب، وبالذات ان احتمال يكون فيها عوريه او احتمال يكون فيها مشكله في المكنه. علشان كده كان القرار يمكن اصعب شويه، ولكنه يعني اعقل وواقعي اكتر، ان هو يوديها البحيرات وتقف هناك براحتها يشوف كل اللي فيها. البروسيجر هيحصل كالاتي، ان مندوب شركات التامين او مندوب نوادي الحمايه هيكونوا حاضرين، وهيحصل تفتيش كامل على المركب، هيشوفوا الفويج ديتا ريكوردر اللي هو الصندوق الاسود اللي بيبقى على البريدج، في كل تحركات المركب وايه اللي حصل بالظبط، والمحادثات بين الطقم وبين المرشد. دي حاجه. وبعدين هينزل غطاسين طبعا، لازم يعاينوا القاع من تحت يشوفوا اذا كان في اي عوريه في القاع، او الرصاص حصل فيه حاجه، او الدفه فيها اعوجاج، او فعلا المركب شحط بالقش كمان بظهره. فالحاجات دي كلها هتتعاين. بعد كده هوت هيئه التفتيش الكلاس اللي هي تابعه له المركب هيديها شهاده صلاحيه من عدمه، هتعمل مناوره بحريه في البحيرات عشان من مرشدين قناه السويس، وهيئه قناه السويس تتاكد ان هي تم الاصلاح وما فيش اي امكانيه لعوريه ثانيه او لشحطه ثانيه في الجزء اللي هي هتكمل فيه في القناه. ده البروسيجر. بعد كده طبعا التامين بقى هيخش، وطبقا للتقارير بتتحدد المسؤوليه وبيتحدد التعويض بناء عليها. التعامل مع القرارات اللي اتخذت من قبل السفن اللي منتظره، هل لانه اي تعامل مع مثلا طريق راس رجاء الصالح هو مكلف اكثر من الانتظار؟ ده اكيد طبعا، لان طريق راس رجاء الصالح اولا احنا في وقت تغيير، يعني احنا دلوقتي الربيع داخل علينا او بدانا الربيع، وبيبقى في تغيير كتير في الجو في الوقت ده هوت. راس رجاء الصالح معروفه ان هي منطقه بحريا وحشه قوي، يعني بحر عالي وطيارات وموج وكلام من ده. دي حاجه، فده طبعا ده هيهلك وقود اكتر من لو البحر هادي، لان المركب بتستهلك وقود اكتر عشان تقاوم التيار وتقاوم البحر والكلام ده كله. دي من جهه. من جهه ثانيه المسافه نفسها
بتبقى من حدود في حدود من 10 15 يوم على حسب السرعه وعلى حسب الديفيشن او على حسب تحويل المسار بيكون من انهي مكان. فطبعا ده هو بيأثر على برضه استهلاك المركب واستهلاك الوقود. واحنا مش بس بنتكلم في استهلاك الوقود، احنا بنتكلم في سرعه تسليم البضائع بالذات في مراكب الكونتينر، لان دلوقتي معظم المصانع بتشتغل بنظام الجاستين تايم. جاستين تايم يعني يدوبك على الوصول، المركب توصل تفرغ الكونتينر، الكونتينر يروح على المصنع اللي جواه يخش على خط الانتاج على طول. فلما المركب بتتاخر خط الانتاج بيتاثر لان مفيش مخزون، يعني بيعتبروا ان المخزون ده هو راس مال راكب. واحنا خارجين اصلا من ركود كبير في العالم كله تجاريا، يعني في بضائع لسه واصله من يعني كان في توقف من فتره طويله. ما هو طبعا في توقف من فتره طويله، وبعدين مش بس كده، كمان الكورونا عملت تاثير كبير جدا. يعني مواني انجلترا كلها مكدسه، في جزء بعض من مواني اوروبا مكدسه، ومواني غرب امريكا بالذات، مواني غرب امريكا في حاله سيئه جدا، في تاخير المراكب بيوصل بالايام وبالاسابيع كمان. فطبعا الكلام ده كله هيكون له تاثير. ده ما يخصش هي قناه السويس من قريب ولا من بعيد، ده بين المالك بتاع السفينه وبين المصنع او بين صاحب البضاعه اللي هو شاحن معاه، ده ما يخصناش. اللي يخصنا ان احنا الموضوع ده ما يتكررش عندنا تاني، لان يعني احنا عانينا معاناه شديده جدا، مراكب كتيره جدا وقفت، ولولا ان هيئه قناه السويس عندها الامكانيات ان هي تكرك تحت المركب علشان توسع للعمق الكبير ده هو عشان تعرف تطلع المركب، كان بقت مشكله كبيره. وبعدين كمان المنطقه اللي هي فيها منطقه صخريه، وده اخذ وقت اطول. يعني لو حضرتك ترجعي بالذاكره شويه، بعد افتتاح التفريع القناه الجديده حصل شحط كبير برضه في مركب صب، والمركب ده هي ما حسيناش بيها. ليه؟ لان كان في قناه بديله والقناه ما تاثرتش، الحركه ما تاثرتش، اخذت وقت على معامت وكل حاجه تمام. لكن ما تاثرناش ليه؟ لان في بديل، لكن هي للاسف جت في حته هنا هو المدخل الوحيد والمخرج الوحيد لقناه السويس في الجنوب. طيب توقعات حضرتك لعمليه التشغيل، الفريق اسامه ربيع كان متفائل بشكل كبير، واحنا جميعا متفائلين يعني، ونتمنى انه الامور تسير على الف خير. على مساء تقريبا قرب حلول المساء ان هيبداوا في عمليه التسيير. اولا ايه الوضع الاصلي الطبيعي اللي كانت القناه بتتشغل فيه يعني في الصباح ام في المساء، وايه اللي هيتم من توقعات حضرتك ل يعني تخفيف التكدس الكبير اللي موجود؟ هو التكدس الكبير مش هيبقى فيه صعوبة، هقول لحضرتك ليه. لأن هيئة قناة السويس بعد التوسعات اللي اتعملت في 2015 أصبح النهاردة الاستيعاب بتاع الهيئة أو بتاع القناة في منطقة البحيرات طلع لغاية حوالي 49 مركب. فطبعا 49 مركب ممكن يخشوا من الشمال مباشرة ويستنوا دورهم في البحيرات زي ما حصل حاليا والمركب عطلانة. في نفس الوقت ده هيدي فرصه للمراكب اللي مكدسه في ميناء السويس انها تطلع كونفوي. مجرد ما دخلوا البحيرات بقى عندنا سكتين، سكه داخل وسكه خارج، نقدر نطلع مراكب اكتر. فانا متوقع بالكتير خالص يوم الخميس هنرجع على قديمه ويرجع نظام الكونفوي مظبوط. هي قناه السويس هتاخد طبعا المراكب اللي لها اولويات واللي وصلت الاول، وانا ما اعرفش طبعا هم يعني في سياستهم ايه، ولكن انا في تخيلي مثلا ان في مراكب شايله مواشي، والمراكب ده هي طبعا لها اولويه، لان لو حضرتك تذكري في المؤتمر الصحفي للفريق اسامه ربيع قال ان وزاره الزراعه تدخلت علشان تدي اعلاف وتجيب خدمه بيطريه للمراكب اللي شايله المواشي. فطبعا دي اعتقد حاجه حيه ومحتاجه الصيانه ومحتاجه التطعيم ومحتاجه الاكل. فاعتقد انا في اعتقادي الشخصي، طبعا انا بكلمش من النيابه عن قناه السويس، لكن في اعتقادي الشخصي ان دي اول مراكب هيطلعوها عشان تسافر تروح لوجهتها، لان دي لها اولويه. بعد كده بقى هتبقى اعتقد برضو انها هتبقى اللي وصل الاول هو اللي يخش الاول، يعني وده عدل يعني. مش اشكرك، شكرا. ما فيهوش اي عدم عداله يعني.
بالتاكيد الموضوع يعني والجميع هيقدر اصلا ان الوضع وضع استثنائي في المقام الاول يعني، وبالتالي هيكون في طريقه مختلفه للتعاطي في عمليه المرور. بهني حضرتك مره تانية وبهني انفسنا ايضا على هذا النجاح الكبير. شكرا ليك استاذ محمد، مهندس محمد شيرين نجار استشاري النقل البحري. شكرا يا باشمهندس، شكرا، شكر جزيل. إذن مشاهدينا الكرام، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة في قناة السويس. رئيس هيئة القناة: قمنا بمجهود جبار لتحريك السفينة وإعادة تعويمها بأيادي مصرية وبواسطة 10 قاطرات عملاقة. السفينة توجهت إلى منطقة البحيرات المرة لإعادة الفحص وإجراء الكشف الدقيق قبل استئناف الرحلة. سيتم البدء في إجراء التحقيقات بالتزامن مع فحص السفينة خلال فترة توقفها في منطقة البحيرات. واجهنا تحديات كبيرة في تعويم السفينة نظرا لضخامة الحجم وحمولتها الكبيرة. رئيس هيئة القناة أيضا بعد نجاح تعويم السفينة حركة الملاحة عادت أو أصبحت بلا عوائق وستستأنف بشكل كامل في المساء. العمل سيستمر في قناة السويس على مدار 24 ساعة لإنهاء تسيير جميع السفن المتوقفة والتي تتجاوز 400 سفينة. فخور بتكليف الرئاسة لي بإدارة هيئة القناة وبدعم الرئيس، استطعنا تجاوز هذه الأزمة. قناة السويس سوف تظل أهم مجرى ملاحي للتجارة في العالم. زميلي محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري مرة ثانية. محمد، آخر الأخبار لديك، تفضل. آخر الأخبار، خلال نصف ساعة أو ربما أقل قليلا ستصل السفينة العملاقة البنمية التي سببت أزمة على مدار الأيام القليلة الماضية إلى منطقة البحيرات المرة، وذلك لفحصها من الناحية الفنية والتأكد من سلامتها للبحار. وفي تمام الثامنة سيعقد الفريق أسامة ربيع مؤتمرا صحفيا في مقر الهيئة، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأسباب والملابسات وأيضا سير التحقيقات، والإعلان أيضا عن سير الملاحة بشكل رسمي في قناة السويس بعد أن توقفت لعدة أيام، وتحديدا القوافل التي تأتي من بورسعيد في طريقها إلى السويس مرورا بالبحر الأحمر، ويقترب عدد السفن تقريبا 450 سفينة. نتحدث عن عملية انتهت تماما بنسبة نجاح 100%، وذلك بعد أن كان هناك نجاح جزئي بنسبة 80% في الصباح لمؤخرة السفينة فقط. اليوم مقدمة السفينة ومؤخرتها تم سيرها في المسار الطبيعي وتم تعديل مسارها بشكل طبيعي في قناة السويس، ثم سننتظر المؤتمر الصحفي للإعلان مزيد من التفاصيل. محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. اذا نهني انفسنا جميعا مشاهدينا الكرام بهذا النجاح الباهر الواقف العالم باكمله ليشاهده بايادي مصريه اعاده تعويم السفينه ايفر جيفن مره ثانيه في واحده من اصعب الحوادث اللي بتمر في تاريخ الملاحه البحريه باكمله. تمت منذ يوم 23 من مارس، مؤتمر صحفي متوقع لرئيس هيئه قناه السويس وعوده الملاحه متوقعه في الثامنة مساء، أكثر من 400 سفينة عالقة، السفينة ايفر جيفن في طريقها إلى البحيرات المرة. المتابعة مستمرة.